السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين بنكمل بس وين؟ عند الحديقة، لأن احنا وقفنا عند الحديقة، خفت الفيديو طول وايد، نزلت الموف التول على أساس نقدر نرتب شوي الأمور عندنا، لأن ما نقدر نرتب نحن الأمور موف التول واحد، فبالتالي شو نسوي؟ نبى الموف التول على أساس الحديقة عندنا شكلها يكون حلو. انزين، هل نرجع لحديقة المدينة اللي نحن بنسويها؟ خلنا نسوي السياج على طول الحديقة، خلينا نحدد طول الحديقة، كنترول اس بينج مود طلع اوريدي، كنترول اي ما قاعد، خلينا نشوف بوزيشن اوريدي اوكيبايد باي ذس وان، بس اتس فاين عادي. الحين انا بتجاهل هذا شوي، سوينا شكل الحديقة الاساسي، طبعا ما بكمل انا لين اخر شيء مثل ما قلنا، بس شو ابى اسوي؟ ابى اضيف شوي شير، لان صار عندي اوبشن اني اضيف شجر، الشجر يا جماعة الخير هني، أبا شيء يشبه النخل، لا ما أبا نخل، أبا شيرة حلوة تغيرونه، بختار طول الخط وراح أحط شير على طول الممشى حق الجماعة الجود طبعا، وراح نحطي عندنا هني. طبعا ما بدخل أنا في دهاليز الموضوع، كهرباء شو وضعها؟ الكهرباء عندنا ناقصة، إن كم عندنا يساعد نحط كهرباء ثاني ولا اظني ما يساعد يا جماعة الخير، وخاصة هذا فحمي يعني، فممكن ادخل الميزانية ازيد من الميزانية بجد كهرباء ماي بعد اظني الماي وضع زين، كهرباء شوي يتحسن بس مش وايد، لان وايد صار عندنا بيوت الحين، كثرة البيوت راح تحتاج خدمات اكثر، فالكهرباء بحد ذاتها يمكن هاي ما تكفي. هاي كم محتاج سكان؟ 5500، ممكن اتريا 23000 ناخذ قرض، انا عندي الحين كهرباء شوي موازنه، بتريا شوي الفلوس ما عندي مشكله. انزين، الحين حطيت شير وهذا، بس ما راح اعقد الموضوع. بالنسبه للصناعيه راح اسوي تغيير بسيط جدا، التغيير مالي راح يكون كالتالي، المنطقه اللي في الوسط راح اخذ السيرفس بينتر، راح اخذ الكونكريت وازيد البرش مالي، بسويه هني كونكريت في الوسط الصناعية، منطقيا يكون في شو شغل كونكريت وشغل ارضيات، ممكن نسوي هني بعدين مكمل الشارع نكمل على اساس يكون شوي متجانس اكثر، هاي منطقة صناعية فيها اواصل كونكريت. انزين، الحين محطة الكهرباء الاولية مالنا نحن هني في الوسط، ممكن احطي محطة في حضنها او اكبر المنطقة الصناعية نفسها، لان الحين بامكاننا مفروض ان نشتري شو ارض قريب، ما عندي مشكلة بوسعها شوي. خلينا نبطئ اللعبة لان الكهرباء راح تنقطع شوية. سوري الشارع هذا غلط يا جماعة الخير، خلينا نحطي الشارع بالطريقة هذه، وحطي محطة الكهرباء الثانية اللي هو مفروض يكون عندي 2000 قريب حقها، اني كسرت الحين ممكن ينزل الانكم مالي، الناس ما عندها كهرباء، بس على امل اقدر احصلها يعني. انا اشوف وانتك هنا شوي ان شاء الله ما اي بالعيد 750 بعد 23750 يا ساتر. ايه اللعبة شوية صبر ترى، انا اخبركم يعني اللعبة تحتاج شوي صبر. الحين ردت الكهرباء على فكرة، كل شيء راح يزيد، الناس راح تتطور راح يسوون الاخر، بس اللي لازم اسويه انا رافع ميزانية الكهرباء وايد، ابى انزل ميزانية الكهرباء والماي، خلنا نشوف وضع ان شاء الله ما ينزل، لو كل ماي اوكي الكهرباء الحين اكثر من كفاية، ما له داعي ادفع عليها فلوس زيادة. هنزيل خلصنا من هالخدمات، نحن حطينا هذه، حطينا الشرطة، حطينا الاخره الاخره، حطينا مدرسة وحدة، المنطقة يمكن ما تكفيها مدرسة وحدة، بس الحاصل الحين نحن نبى المنطقة هذه او الحديقة هذه عندنا تبدأ التلفل على أمل يعني الناس تتيه هني وتبدأ تستعمل الحديقة، تبدأ تتمشى فيها، مكان جيد يعني، شوفوا في ممشى للناس هني. بس اللي أبا أسوي المدينة هاي من الداخل، يفتح ممر أبا سياكل طيبا، ما محصل سياكل صح، فبالتالي الحين باقي عندنا شو التوسع، نتوسع على الصناعية، بتوسع لورا للخط الرئيسي، يمكن احولها صناعية كامل مع الوقت،
بس الحين ممكن نحط صناعية شوي ورا، خلنا نحط مناطق صناعية اللي ناقصة هني، ونكمل الأرض اللي قلنا بنكملها على أساس أنها منطقة شو صناعية. بس بدل هالصناعية هاي ممكن نتريا شيء ثاني اللي هو منطقة المزارع. ممكن نسوي مزارع. صبر خلينا نشوف الأرض عندنا. عندك اي من المودات ريسورسز، عندنا مزارع الجهة. والله ورا بعد في مزارع هني، ورا بعد في مزارع، بس أفضل المزارع وين؟ مزارع هني ما بحطي، ممكن أحط المزارع هني أو هني. وعندي ريسورس بينتر ترى، ما عندي مشكلة أروح أحطه هني. فارم فيرتل لاند، ممكن أزيد البرش سايز، أسوي المنطقة هاي عبارة عن منطقة زراعية سهلة التنقل لها، على أمل تكون سهلة التنقل. خلنا نشتري المنطقة أول بعدين نخطط، شو رأيكم؟ خل ندق الكرة هني، هاي التوسعة يمكن الوحيدة اللي تكون لورا، باقي التوسعات على الأغلب راح ناخذ المساحة مع الوقت. انزين، الحين التخطيط الأولي مزارع، أنا مش محتاج منطقة ضخمة. الحين في قطار بعد، ممكن أسوي مزارع هني أو هني صراحة، بس يمكن انقل الصناعية كامل للطرف الاخر. بس الجهد الوحيد اللي يتطلب اطلع لها شوارع من الخط الرئيسي. انزين، هني هاي مرحلة التخطيط الاساسية اللي تاخذ منكم اكثر وقت، لان اذا انا جبت الحين مثلا شارع هني بناخذ منطقة يعني ذا حجم طيب. زين، خلينا نبدأ التخطيط. زين، منطقة ذا حجم طيب وناخذ لها جسر من هاي الصناعية، خط شارع دايركت لين وين؟ لين هني. او 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 نطلعهم وندخلهم على شو الشارع العام. يعني يجيب شارع فرعي صغير واحد، زين، ونسوي البند التول او بالطريقة هاي، ونرد ندخل الشارع قدر الامكان. شوفوا ها شارع، ممكن ياخذون هني يوتير يرجعون هني داخل، بنفس الوقت يستعملون الشارع، شارع يون لين هني. ها استوى عندنا الوصلة الأساسية للشارع الأساسي لمنو؟ منطقة المزارع. وقلنا هني كم لحظة، 1 2 3، 1 3، هذا 1 1 2، وعندنا النزول 1 2. فاصلة، هذه فاصلة الثانية، والأخير وين؟ هني. طبعا الفلوس في البداية بتكون نوعا ما معضلة عندكم فيها، بس الحين على الأقل عندنا مخرج لمنو؟ لمنطقة المزارع. حلو، الحين بنبدأ نسوي لي حق منو؟ حق هذه، هذه بينت بارك اريا، لا بينت اندستري اريا، هاي راح تكون اندستري. ومن نحط فيها المبنى الأساسي راح شو يستوي؟ راح تتحول الى مزارع، اللي هي هذه عندنا اللي تكلف 18,000. الحين الانكم مالنا ولا المدخول مالنا معتمد شوي على شو؟ على هاي. فانا شو ابى اسوي؟ بسوي زون اريا الثاني بينت، مش بارك ولا اندستريال، بينت زون، عرفتوها؟ وهذه على هذه الارض، شوفوا هولي بارك. هاي شو بسوي فيها؟ بدخل على الاندستريز اعطيها منطقة مزارع. شوفوا استوت الحين منطقة مزارع، شو بسوي؟ ببدأ احطي مجموعة مزارع صغيرة. مزارع هذه مش ضمن الاندستري مالي، او مش ضمن التخصص الصناعي، هاي مزارع عامة كانها مصانع، والمكلف لها بيكون شو؟ اني امد الماي من هني لين هني. طبعا الماي على الاغلب راح يكون عند المنطقة الصناعية اللي هني. انا بحاول شو اسوي في هالسلسلة، ان المنطقة الصناعية ينهى باقطارات ومواصلات معينة، يعني ما انهم ياخذون مسافات طويلة. زين، الحين نبى نحط لهم قول مترز، هذا بعد زين والله مش سيء، شكل جميل الصراحة. بس لا، بس خلنا نحط المزارع اول، راح يطلعون توماتيك مزارع، ما راح يطلعون شيء ثاني. خلنا ناخذ اللاين العادي
ونمسك اللاين هذا نحاول مش نحاول ونمد الكهرباء من هذا اللاين. عم بتبدأ عنا يطلع شو هاي المنطقة خلاص استوت مزارع حق ناس. شوفوا كيف على طول بنو الناس يتريون مثل ما نقول المناطق الصناعية. اليية لها صعبة شوية لأن ما عندنا مخرج من هني. فشو بنسوي؟ بنسوي مخرج ثاني من هني. أدري شوي الدرب عليهم طويل شوفوا، بس هذا كله مع الوقت يوم يستوي عندنا ميزانيات راح يتغير. هذا درب هني وهذا الدرب وين؟ هني. هذا عشان ما نضيع هذه المنطقة الأساسية. فاللي بيجي من هناك يقدر ياخذ هذا الطريق يدخل هني ويقدر يطلع من هني يروح وين ما يبى. هذا راح يوفر علينا شوي تعب في موضوع المنطقة الزراعية ولا المنطقة الصناعية ولا الشيء اللي راح نفره نحنا بعيد. زين هني ما بحط التلوث عند هايل صراحة، بس اللي بحطه اوكي فتحنا كونجراتيليشن، فتحنا شيء جديد حسب المايلستون اللي عندنا. زين الحين اللي انا ابى اسويه ابى هني ما عندهم مع شيء مواصلات عندي ما فتحت بعد، يبالي 2800 شخص، يبالي ازيد البيوت، يبالي ازيد البيوت واحط خط مواصلات. خلنا نزيد البيوت. البيوت راح تمشي طبيعي سيده مربعات لين نقرر شو نغير موضوع المربعات هذا، لين نقرر ان عندنا ميزانيات ان نقعد نصرف على شوارع ضخمه بعدين نقدر نسوي. هالصوب عدني انا مصمم اخليه فاضي، فخلونا نسوي هني معت بيوت وامدادات ماي. هني ما ظني عندي فلوس. زين بيستوي عندي شوي حق هني. اوكي خلاص هذا يكفيني. بنسوي معت بيوت. افكر احط هني المحلات التجاريه على اساس يكون سهل عليهم يروحون يردون على المحل. زين مش 100% الارض سيده ولا عندي رفاهيه اني الحين اقعد ارتب اراضي بشكل مختلف. زين الحين الدكاكين شوي مبتعدة قدر الامكان ما تسوي ازعاج، لكن بعد بتسوي نويز. شوفوا لان هاي العبارة عن ازعاج، هاي العبارة عن ازعاج، عبارة عن تلوث. فبالتالي نحن نحاول قدر الامكان مش يكون كل الناس السكان عندكم مزعجين. ليش؟ يفرق وياكم بعدين في موضوع الانكم الكامل. زين الحين بسوي خدعتنا الجميلة هاي 29 29 29. اول ما يزعلون شو نسوي؟ بعدهم ما زعلوا ما نشوف علامة التاكسس. قاموا يزعلون نترية شوي بترية بس ابا مال بو 20,000. اوه كلهم بيطلعون. بس ستوب ذا جيم، ننزل التاكسس ل 11 100. هالخدعة وايد حلوة تعلمونها بدري توفر عليكم تعب وايد. انزين الحين نطلب منه، نطلب المنطقة الزراعية ونحط فيها، لا مو بحط هني لحظة، منطقة وايد ضخمة على فكرة. خلونا نحط شارع داخلي، شارع داخلي يكون الشوارع الداخلية عبارة عليها الإدارة. يعني مثلا هذا شارع، لحظة لازم جاهين شوارع داخلية صغيرة نوصل من صوب واحد على أمل إذا احتاجنا خدمات ولا شيء نقدر نوصل الصوب الثاني. ونحطي الإدارة هني في النهاية. أيوة الإدارة هذه الحين ولا الموضوع هذا راح يفتح لنا مجموعة مباني. مجموعة المباني هاي عبارة عن أراضي زراعية. الحين نحن ما عندنا ماي طبعا، خلونا نسوي شو هاي. أنا هاي بوفرها للمستقبل المنطقة. ليش؟ بيكون عندي مواصلات، بيكون عندي سكنات، بيكون عندي وايد اشياء انا اوصلها فيها. فالمزارع راح تتركز على الشوارع من هني وتحت وانتو نازلين. بس الشيء اللي ابغى اسويه حاليا هذا عقب بشله طبعا. انا الحين نوصل كهرباء بس عقب بشله. زين الحين المزارع بتكون عندي وين؟ تحت. مبدئيا هذا الشارع لان هني بعد الشارع بنحطي مجموعه مزارع هني. بس بنبدا مزرعه مزرعتين لحسب الميزانيه، سمول كروب ولا عندنا مال حيوانات ولا عندنا مال الفواكه. انا بحط الكروب العادي، بطاط كلهم بيكونون على الاغلب.
واحد اثنين حاليا يكفي، بس الشارع يخر شوي. نشل المبتول انه شوي نحركه. اوكي الحين افضل، بس بعد مكان مش استراتيجي لان هاي يعتبر شارع رئيسي، بس هاي اللي اقدر انقلهم اي وقت، ما عندي مشكلة، ما في شيء انه مثلا يتعبه ولا ما اقدر احطيه. زين الحين انا بشو نوفر فلوس حق هاي ومن نوفر حتى هني بيكون عندي ممر حق الشغلة هذه. شوفوا هني طالع من عندي اراضي صناعية فاوريدي عندي تقاطع، فشو بسوي؟ بسوي الشارع الاصغر، الشارع الاصغر اتجاه واحد. زين هذا يخرج الى الخارج وهذا يخرج الى هذا الاتجاه. طبعا بما ان استوى عندنا ترافيك مانجر نمسك اللينات نحطي على هذا الشفت كنترول كليك يعطي هذا الاولويه حق غيره، وهذا ما يكون شارع ذو اولويه، شارع داخلي يكون. زين فبالتالي انا اقدر اجي هنا واحطي حبه واحده حاليا تكفي، ماكسيموم حبتين حق الزحمه، ماكسيموم حبتين هنا حق الزحمه. بيكون عندنا السايلوز او اماكن تخزين الجرين. الحين بطاط عندي لا قطن، ما بقى قطن سوري صراحه. بوتيتو 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 لونه اخضر احلى من ثاني بعد قهرني. لحظه مو بقول ايش في عدل، نسوي له ميزانيه افضل. افضل جيد، مكانهم اصلا مش سياحي، بغير مكانهم بعدين مع الوقت. الحين صار عندنا مثل ما تقولون مصدر دخل ثاني راح يلفل بروحه، بس المشكلة في مصدر الدخل هذا محتاج سكان 2800. أزيد هناك على أساس هني شو نسوي؟ نقدر نحطي أصدقائنا ولا نسوي مبيعات هني. إنزين الحين الدرب طويل يجون هني بعدين يروح هناك بعدين يروح هني، فليش ما نسوي درب ثاني أو جسر مصغر هني؟ انا اشوف هل عندي اوبشنات اقدر اني اشتريها ولا ما عندي. هذا 6 لون لين رج، والله في شغلات جديده حلوه الصراحه، بس ما ادري خلنا نشوف هذا شو. 6 لين ستون بريدج، 6 لين تو امريكان بريدج. ابا نسوي شو؟ تقبين شل هذا، بنسوي اول شيء الشارع اللي بنطلع منه الجسر. صبر يعتبر شارع اساسي، خلونا نطلع هني شارع سوري ذو اتجاهين. زين وابغى انزل جسر مش ورا، لا فلازم اغير مكان الشارع صراحة، مكان ابدا مش سياحي. خلنا نشل الشارع هذا هني ونحاول نرفعها بالأسفل. ايج اب حبة حبتين وايد، هذا الارتفاع كفاية. الحين خلنا نحاول نجرب الجسور اللي داد. اوه والله حلوين، هاي شغلات جديدة ترى. اوه لحظة لحظة، هاي اشياء مضبوطة والله، اشياء جميلة جدا. اظني اول اوبشن كان احلى اوبشن، اول مرة استعملهم فما عليه. والله جميلة الصراحة، جميل جميل. خلنا ننزل الجسر تحت طريقة هاي، نقدر ننزله شوي ونمرن اكثر على اساس انه يوم يطلع من هاي النقطة اوكي شكله جيد، يكون في حلقة توصل بينهم وبين المدينة اللي هناك على اساس نقدر نسوي في المستقبل المواصلات. طبعا هذا شغال شوفوا في الدرب لليفل 2. ايه موضوع المزارع ترى موضوع شوي يطول. انزين الحين نحن عندنا كذا شيء ليفل، هذا اوريدي استوى ليفل 2 اللي تشوفون بيفتح لنا مباني زيادة هني. نقدر نحطي فير وهالسوالف ما ظني، لان نحن مخربينه في الرصيف هذا نوعا ما، بس في اشياء ثانيه حلوه قاعد تفتح مثل هذه مال الشطرنج. يعني ايده كان مبنى جميل اذكر. شوفه ايه مبنى حلو، وبالشطرنج هذا يلعبون شطرنج
عود. والله لعبة حلوة أصلا، مشروع ناجح. زين إذا سوينا هذا هني بالطريقة هاي، خلينا نسوي شقيقة رملية أسب يحسون إنهم وين؟ على البحر. صبر، يحسون العالم إنهم يتمشون على البحر. شوفوا حتى الرصيف هنا. هذا ش لحظة ولا أين بحديقة بحرية أكثر يعني على البحر. الناس اللي بيتمشون بس إن الحديقة على البحر. نزيد هني البقعة شوي مع الرصيف. الرصيف كله شليته رمل. لا رصيف كان شوي الرصيف رملي. خلاص من يون هني يستوي المود. شوف تمشى على وين؟ على البحر. إن شاء الله ما حين نطلي سبح يعني إذا مكان خطير. إنزين، فبالتالي الحين صار عندنا يعني حديقة، مو بقول حديقة، حديقة يعني ياس التلفل ياس الناس يجون مستانسين. نقدر نزيد بس ما له داعي صراحة. الناس إذا الحديقة زينة بتحب تستعملها أساسا. إنزين، الحين إحنا سوينا الحديقة، سوينا إن كم استوى عندنا مدخول ثاني إضافي اللي هو صناعة لوني هني. خلنا نفتح ميزانيات. شوفوا الصناعة عندنا بدأت تدخل لنا فلوس، يعني هذا بروحه مدخول إضافي. مدخول إضافي طبعا أي مدخول إضافي في اللعبة نحن نرحب فيه لأنه راح يفتح لنا إمكانيات كبيرة. الحين اللي محتاجينه المنطقة هاي شوية نرتبها، بس مش مجرد ترتيب، نبغى حدايق في أماكن نوعا ما استراتيجية. ليش؟ على اساس الناس تستانس. يعني اذا اقوم اسوي منطقه هني مثلا، هني نحط حديقه، زين ابى احط عند الحديقه شوي دكاكين. خلنا نفتح الممرات والمماشي. عندنا ممشى ترابي اكيد مثلا. هذه حدود الحديقه، شوفوا هاي حديقه واحده، هذه حديقة ثانية. زين نقدر نوصل الشارع الترابي بعد فيها، بس نوعا ما نسوي ممشى ضخم في نص المدينة. بحط حديقة هني ابعد شوي. شوف هي مسافة طيبة يعني. زين الناس تقدر تتمشى بين الحدائق. هالشي راح يخليهم يطورون بيوتهم بنفس الوقت، يعطينا طابع ان في حدائق. وعند الحدائق هاي بسوي دكاكين اصغر، فباخذ التول هذا اسوي دكاكين بو بلوكين، مش دكاكين كبار، دكاكين اصغر. شوفوا هالدكاكين راح يعني تسوي منظر افضل من دكاكين صغيره تليق على المكان. خلني اشرب شوي قهوه بردت. سلام. انزين فالحين شو صار عندنا؟ اللي اوت ولا طريقه المدينه شوي مختلفه. الحين عندي الاماكن الثانيه. الاماكن الثانيه انا ما بمشي فيها على النظام هذا، لا ابى اشل الارض وابدا شوي اعدل الارض. صراحة شوي بيخرب المكان هني بس بخليه فراغ. زين خلنا نكبر الفرشاة مالنا. ندق رايت كليك اصغر شوي، رايت كليك على هذه. خلنا نختار فرشاة حادة عسى بتشوف الناس شو اسوي وصغرها شوي. زين ندق رايت كليك هني ونسوي كلهم من نفس الشو المستوى. طبعا انت بتقولون طبعا هالشي الحين يخرب شكل منو المدينة نوعا ما وياكم حق، لأن إذا رديتها شيء خلني أفكر سويت الطريقة هاي. خلنا نشل الشير. أخلي الشير الحين غير سوي تلعوز. إذا نسوي بعد نتلعوز فنبني البيوت على سلوب على منحدر ومش منحدر يمشي. خلنا نسوي منطقة هني شوية أكبر. زين بجيب هذا هني بشل مربع من المنطقة مستطيل بهذا الطول. زين وراح نسوي هنا هايل بلوكين منفصلين. هذا راح يخدم المنطقة في الخدمات الجديدة. يعني بنحتاج نوعا ما مدرسة هني،
انا اشوف كل شيء ما قام يوصل هني على فكرة، ان مشكلة ماي زين. هني بسوي منطقة مدرسة، بس ابى احطي منطقة دراسية يعني كاملة دراسية، فبسوي هني الشارع الداخلي، بحطي مدرسة ابتدائية، وبحطي معاكس انها ثانوية، ما بحطي مكتبة هني بعدني، مكتبة بعدين راح احطيها. خلينا نمد هاي زين، وراح احطي حق ورا المدرسة باركنات. انا ما نزلت الباركنات يا جماعة الخير. انزين الحين اللي ابغى اسويه هالمدرسة اباها تنزل، فبدق عليها كليك كنترول، دق على منو كنترول اتش، ليه بنرفعهم كنترول اتش من مستوى هذه المدرسة، هاي بعد كنترول اتش، هذه منطقة المدارس اباها تكون سيدة على مستوى واحد. اوكي هنا هاي كلهم كنترول اتش فيهم على هذا الشارع الاولي. ايوه شوفوا المدارس صارت منطقة يعني ممتازة جدا، شوفوا نقدر نسويها. هذه ممكن نحولها لحديقة صغيرة، ليش؟ انا مدارس، مدارس يحتاجون حدائق، يحتاجون شوية اشياء، انا هذه وايد كبيرة طبعا ما نقدر نحطيها، هذه حديقة صغيرة حلوة في الوسط تكون، نحطي عندها شوية مماشي على اساس. شوف الحين لازم نرتب العالم اللي عايشه هنا. خلاص يعني هذا الحين كله مماشي، ما فيها شيء ثاني. والافضل اذا اسويها نفسها هناك، شو الترابيه، بس هني الترابيه ما راح اضم الشارع لهم، لا راح يكون من الداخل ترابيه. شوفوا على شو الممشى، بس الرصيف راح اخليه شوف في حاله. صبر شوي، لازم اضم المدرسه بعدين ارد احذف من على المدرسه شوي بالطريقه هذه، هاي ضمن حديقه المدرسه ما بنجيس. شوفوا الحين صار عندنا منطقه صغيره فيها حديقه صغيره، فيها شو مجموعه مدارس قاعدين على ارض شو معتدله. هني اذا حطينا بيوت نظريا مفروض يطلعون بيوت قويه على طول، لان عندهم مدارس وعندهم خدمات. طبعا عندنا ازمه عماله حاليا، والصناعه قاعد تنزل شوي، بس مو مشكله ما عندنا مشاكل. او يعني الفيديوهات تمشي بسرعه بالنسبه لي انا الصراحه. انزين هذه يبقى لها شوي وقت صراحه لين توصل لها المرحله، بس خلوها برايه، لان الحين مفروض نوصل قريب شو 2800. اذا وصلنا 2800 معناه راح يفتح عندنا المواصلات، المواصلات راح تفتح علينا باب، لازم نبدا نهتم في المواصلات. الحين هذا استوى شارع رئيسي، اللي انا بسويه الحين هذا كشارع رئيسي بسوي له ابجريد لشارع اربع لينات صغير، ها من ضمن المودات الموجوده ترى، ف لا تحاتونا موجود، لان هذا راح يشل زحمه مدن. انا حتى هذا لين يوصل لين الجسر، شارع الجسر، لان الجسر ما اتوقع يكون عليه زحمه وايد، بس الشارع نفسه يكون عليه زحمه وايد. زين يوصل لين شارع الجسر راح يكون شو الشارع رئيسي جدا، وراح يخدم المنطقة الأربع لينات، هذا خدمة كبيرة جدا جدا جدا، يعني نتوقع انه شيء بسيط. انزين بما ان احنا سوينا هالشغلتين، عندنا هذه قاعد تلفل، وعندنا السكان قريب يوصلون شو 2800، نقدر نسوي توسعات ثانية بسيطة، بس خلينا نعدل الشارع اللي هني في نهاية الفيديو هذا. زين وخلنا نحافظ على الاحصاء هاي، انا صراحة ما ابغى ما ادري، احس انها بتكون اضافه جميله يعني بالنسبه لشو بالنسبه للمكان. يعني هذا مفروض طول الممر تكون عباره عن حديقه تخدم المنطقه زائد محلات. الحين هني اقدر احط محلات، شوفوا هذا المكان اقدر احط محلات، شوفوا، واقوم في وصله اخيره في هذا المكان. الحين يستوي عندنا شارع محلات، شارع شو كذا، ليش؟ اذا الناس يجون المحلات. ايوه بوم تاون، بوم تاون، فتحنا ترانسبورت، ترانسبورت حق الفيديو القادم ان شاء الله. انزين بس شوف فتح عندنا يا اخواني، فتح عندنا ترام، فتح عندنا سفينه. انزين الحين شو
الحين صار عندنا الشارع هني بيكون فيه كل المحلات التجارية على الأغلب، يعني بعد في أطراف ثانية وأمور ثانية راح نحاول نرضيها، وعندنا المستطيلات اللي بنينا عليها منو المدينة. بس المدينة توها بدأت تاخذ شكل، شوفوا الحين شوي 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 المدينة بدأت تاخذ شكل قبل ما لها شكل فعلي. المهم هذه نهاية هذا الفيديو، إن شاء الله تشوفكم فيديو قادم على خير. أتمنى عجبتكم الحلقة، لا تنسون شير لايك سبسكرايب، طيروا هالسلسلة طيران. يا جماعة الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.